بأي سلطة بإعطاء الحركة الشعبية 40 مقعد إضافي. هذا زاد من التشكيك في أن هناك صفقات ما بين حزب المؤتمر الوطني حزب البشير والحركة الشعبية بقيادة سلفا كير من أجل أن تمرر الحركة الشعبية الانتخابات بكل سوئاتها، بكل ما يقال عنها من انتهاكات وخروقات، في مقابل أن يمرر البشير الاستفتاء على تقرير المصير. ولكن لا أعتقد مع احترام للأخ رشيد، الحركة الشعبية منذ سنة 1983 لا توجد صفقة في اليوم لا توجد صفقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. الحركة الشعبية يعني ملزمة بالنقاط التي احتفقت عليها في الاحتفاق السلام سنة 2005. فالحركة الشعبية يعني هنالك مراحل يعني كتبت ومضيت عليها بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، فالحركة الشعبية تصير في حاز الدرب. كيف تنظر الحركة الشعبية اليوم إلى المعادلة السودانية؟ هل صحيح أن الانفصال يبدو هناك كحتمية لا مفر منها؟ لا طبعا، الانفصال مش الحركة الشعبية التي تطالب الانفصال، كما قلت من قبل وأقرر للمرة الأخرى، الحركة الشعبية هي حركة الوحدوية وناضل من سنة 1983 حتى هذا اليوم في الوحدة السودان. ولكن هناك الشعب الجنوب والمناطق الأخرى يرعون في مشاكل في السودان، لأنه منذ الاستقلال حاولنا نعيش مع إخوة في الشمال، ولكن يعني كل ما عشنا مع إخوة الشمال كل ما زادت المشاكل بين الشمال والجنوب، وهنالك الظلم يعني في حتى في المستويات التعليمية والحكومية وهكذا. حتى الموضوع اللي اسمه البرنامج اللي اسمه بدأت الاستفتاء، هناك في مشكلات كثيرة، والسلام التي مديت سنة 2005 في مشاكل، يعني نفست تقريبا 95%. هناك في مشاكل حدودية بين الجنوب والشمال، في مشكلة بيئية ومشاكل كثيرة لم تتنفس. إذن دعنا نسأل الأستاذ صلاح الدين دوما في الخرطوم، ماذا بقي من اتفاقية نيفاشا؟ المراحل المتبقية من اتفاقية نيفاشا بعد الانتخابات الاستفتاء، وأيضا بقية ترسيم الحدود في منطقة أبيي، ويعني بعض الأشياء الصغيرة. أما الأشياء الكبيرة كما ذكرت هي عملية الاستفتاء ونتيجة الاستفتاء وتوابع الاستفتاء والحدود بين أبيي ومنطقة بانتيو أو ولاية الوحدة. الأخ اللي بيتحدث من باريس ممثل الحركة يعني قال أنه هذه الانتخابات لم تحدث شروخ في الحركة الشعبية. أقول أنه هناك يعني واضحة الدليل على ذلك هو التعارض في التصريحات، يعني تصريحات مختلفة، انسحبنا من الانتخابات، عدنا إلى الانتخابات، التصريح الذي تحدث لا التصريحات المختلفة به سمحت التصريحات المختلفة حتى في المؤتمر يعني الوطني في يعني تصريحات مختلفة قبل يومين الغازي صلاحدين قالوا إنه تصريحات متناقضة قبل ثلاثة أيام قال الغازي صلاحدين إنه كان مو يعني كان يصرح بتصريح، ياسر عرماني يصرح بتصريح، مالك عقار يصرح بتصريح، لكلها دليل على أن هناك يعني تناقض واضح في الحركة الشعبية، وهناك لا توجد يا أخي تفرقات في الحركة الشعبية. الحركة الشعبية حركة وحدوية وما زال متماسكة وفي الوحدة بين الحركة وقادة الحركة في جنوب السودان وشماله. أنا أعتقد أن يعني كما طلبت عادل أن هناك يعني مهام في اتفاق نيفاشا لم تنفذ، مهام رئيسية جدا. يعني الاتفاق نيفاشا ليس تقرير المصير وليس الانتخابات، اتفاق نيفاشا هو التحول الديمقراطي، اتفاق نيفاشا هو إتاحة الفرص المتساوية لجميع أبناء السودان. سيد رشيد سعيد يعقوب، عندما لا تنجز اتفاقية سلام معنى ذلك أن الحرب لم تنتهي بعد؟ نعم، نحن في حالة لا حرب ولا سلام الآن في السودان. حرب باردة كيف تصفها؟ لا يمكن أن نصفها بأنها حرب باردة، باعتبار أنه يعني سكتت الأسلحة، ولكن الأسلحة موجودة وفي انتظار اللحظة التي يمكن أن تنطلق فيها، مثل هذه الانتخابات، مثل ما يحدث اليوم. ما الذي قد يشعل الشرارة من مثل جديد؟ ما يحدث اليوم بالضبط هو قد يشعل هذه الشرارة، لأن مستويات التزوير التي شهدتها هذه الانتخابات
دعني أضرب لك مثالا يعني قد يثير الكثير من الضحك. تحدثت مع أحد المرشحين في هذا اليوم، هو مرشح في دائرة حصل فيها في المكتب الانتخابي الذي يصوت فيه هو نفسه على صفر من الأصوات، أي أنه لم يصوت حتى لشخصه، يعني مستويات التزوير. هل كان الرئيس البشير يحتاج إلى نسبة 93% للفوز؟ يمكن أن يفوز بنسبة 51% وهو فوز، ولكن أعتقد أن العقلية الشمولية التي ما زالت تتحكم في حزب المؤتمر الوطني هي التي تفرض مثل هذه الممارسات. كل النتائج التي أعلنت حتى الآن حتى في مناطق معروفة بولائها للأحزاب التقليدية مثل حزب الأمة والحزب الاتحاد الديمقراطي، كل الدوائر التي أعلنت حتى الآن هي لصالح حزب المؤتمر الوطني وبفارق كبير. لذلك أعتقد أن هذه الانتخابات وللأسف الشديد ليست هي خطوة لا في طريق الوحدة ولا في طريق التحول الديمقراطي، وإنما هي خطوة في طريق تفتيت وحدة السودان وفي طريق العودة إلى الشمولية. سنفصل، أعدك بأنني سأمنح لك الكلمة، سنفسر أكثر في موضوع السيناريوهات المستقبلية بعد الموجز الإخباري الذي يقدمه لنا عبد الحكيم زموش، وسنعود إلى النقاش بعد 3 دقائق. تفضل عبد الحكيم. شكرا لك عادل، أهلا بكم مشاهدينا لهذا الموجز الإخباري، ونبدأه من العراق. إذ أكد الجيش الأمريكي مقتل زعيمي تنظيم القاعدة في العراق أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري في عملية عسكرية عراقية أمريكية مشتركة. الخبر جاء بعد ساعة من إعلان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بيان الجيش الأمريكي اعتبر العملية ضربة كبيرة لتنظيم القاعدة في العراق. وسياسيا، قررت هيئة قضائية تابعة لمفوضية الانتخابات إعادة فرز أصوات الناخبين في بغداد يدويا، وذلك بعد طعون قدمتها كتلة رئيس الوزراء نور المالكي في الانتخابات التشريعية. قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن ممرات جوية ستفتح ما بين باريس ومطارات الجنوب ابتداء من الغد على الساعة 8 صباحا مع فتح مطار مدينة ليون في هذه الليلة، وذلك بعدما يقارب الأسبوع من توقف الرحلات الجوية بسبب ثوران بركان أيسلندا. ثوران بركان أيسلندا دخل يومه 5، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن شدة انطلاق الرماد من البركان هدأت وإن التهديدات لحركة الطيران المدني تراجعت، ويأتي ذلك مع إعادة فتح حركة الملاحة الجوية في بعض المطارات. في باكستان، قتل ما لا يقل عن 23 شخصا بقنبلة في سوق مكتظة في بيشاور بشمال غرب باكستان في ثاني اعتداء تشهده المدينة اليوم والخامس منذ 3 أيام، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء. وفي حديث ليومية لوفيغارو الفرنسية، قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني إنه لا يميز بين متمردي طالبان المعتدلين أو المتطرفين، مؤكدا أن باكستان تحارب كل الإرهابيين، معلنا عن تحفظه على استراتيجية الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الذي دعا إلى مصالحة مع طالبان. هذا ووقع الرئيس الباكستاني آسف علي زرداري مرسوما يشتمل على إصلاحات دستورية كبرى تجرد رئيس الدولة من صلاحية حل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء. أعلنت المفوضية القومية للانتخابات السودانية أنها غير قادرة على تحديد موعد لإعلان النتائج كاملة بسبب ضخامة عملية الفرز، فيما اعتبرت الجامعة العربية أن الانتخابات خطوة كبيرة يحتذى بها رغم العيوب التي شابتها. هذا وطلبت الولايات المتحدة اليوم من اللجنة الانتخابية السودانية أن تعالج بفعالية وحيادية الشكاوى التي قدمت بمناسبة أول انتخابات تعددية تنظم في هذا البلد منذ 24 عاما. أخيرا، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر لقاء جمعه بالرئيس المصري حسني مبارك، قال إن السلطة الوطنية الفلسطينية ستواجه بشتى السبل أي محاولة لترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية، مضيفا أن إسرائيل لا تملك حق الترحيل.
نهاية الموجز، عودة إليك عادل وإلى الضيوف. نعم، شكرا لك عبد الحكيم. وقد توقفنا مع الأستاذ رشيد سعيد يعقوب عند حالة اللا حرب واللا سلام هذه التي جاءت بعد اتفاقية نفاش، وبدأنا نتحدث عن سيناريوهات المستقبل السوداني. والكلمة لك الأستاذ سنتين فردول. شكرا، أحتفظ معك رشيد ملاك الأستاذ في الخرطوم، إنه فعلا في مخالفات في الانتخابات وهذا كلام سيء، لكن مشكلتنا هم يتحدثون إنه الانتخابات اللي حصلت في السودان